يجدد التلاميذ الأعزاء، تلاميذ الثلاثة مستويات الصف السادس الابتدائي والرابع الإعدادي والثالث الثانوي في برنامجكم الدراسة عن بعد الذي جاء من قبل وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة البوسطة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، برنامج التدريس عن بعد لاستمرار التدريس والتعلم. من ضمن أهداف البرنامج استمرارية التعلم عن طريق التلفزيون والراديو، عشان نطلب من التلاميذ يحاولوا يركزوا في الحصص من قبل مختلف المدرسين في ثلاثة مستويات الصف السادس الابتدائي والرابع الإعدادي والثالث الثانوي، وحاولوا وبالتوفيق. المادة اللغة العربية، فرق المادة قواعد، الموضوع نائب الفاعل. وموضوع اليوم نتكلم عن نائب الفاعل. عندنا الأمثلة أمامنا، عندنا مجموعتين من الأمثلة. أولا مجموعة ألف، عندنا شرحت المعلمة الدرس، شرحت المعلمة الدرس. السؤال المثال رقم 2، فتح إبراهيم الكتابة. تنظف التلميذات المدرسة، يعالج الطبيب المريض. ده مجموعة ألف. شرحت المعلمة الدرس، فتح إبراهيم الكتابة، تنظف التلميذات المدرسة، يعالج الطبيب المريض. دي مجموعة ألف. وعندنا مجموعة باء. في المجموعة باء قلنا هنا شرح الدرس، فتح الكتاب، يعالج المريض، تنظف المدرسة. فإذا عندنا في المجموعة ألف فتح أو شرحت المعلمة الدرس، فنجد فعل وفاعل ومفعول في الجملة الأولى. فتح إبراهيم الكتاب، كذا نجد فعل وفاعل ومفعول. تنظف التلميذات المدرسة، نفس الشيء نجد فعل وفاعل ومفعول. وتعالج الطبيبة المريضة، نجد فعل وفاعل ومفعول. لكن إذا رجعنا إلى المجموعة الثانية، المجموعة باء، فنجد شرح الدرس، فتح الكتاب، يعالج المريض، تنظف المدرسة. فإذا رأينا في المجموعة الأولى نجد أن الفاعل موجود، المفعول. لكن إذا رجعنا هنا في المجموعة الثانية نجد أن الفاعل حذف من هذه المجموعة. نجد أن الفاعل قد حذف من هذه المجموعة، وبدلا المفعول به هناك في الجملة في الأمثلة الأولى أصبح مفعولا، هنا أصبح مرفوعا. فمثلا شرح الدرس، ولكن قلنا شرحت المعلمة الدرس، لكن قلنا شرح الدرس، فتح الكتاب، يعالج المريض، تنظف المدرسة. فإذا هنا حذف الفاعل وأتي بالمفعول به، فحل محل الفاعل. فهنا نقول فأن الفعل هنا شرح فعل ماضي مبني للمجهول. من الذي شرح الدرس؟ هنا غير معروف. هنا قلنا الدرس، شرح الدرس، فهنا الدرس يكون نائب فاعل. شرح فعل ماضي مبني للمجهول، والدرس أصبح نائب فاعل لأن حل محل الفاعل، نسميه نائب فاعل. فالجملة كلها نسميها جملة مبنية للمجهول. فالجملة الأولى هي مبنية للمعلوم، لكن في المجموعة الثانية تسمى هذه الجمل جمل مبنية للمجهول. كذلك في المثال الثاني، فتح الكتاب، من الذي فتح الكتاب؟ لا ندري من. فهنا كذلك فتح في الماضي مبني للمجهول، والكتاب هنا نائب فاعل. وكل نجد الأول في الأول هناك كان في الجملة الأولى منصوب، لكن أصبح مرفوع. يعالج المريض،
يعالج المريض، فهنا يعالج كذلك في المضارع مرفوع مبني للمجهول، والمريض نائب فاعل. تنظف المدرسة كذلك، هنا تنظف يعني في المضارع مبني للمجهول، والمدرسة يعني نائب فاعل. فإذا رأينا مثلا في الفيل الأول شرعها كل الشين والراء اللي انت فتحات، لكن قلنا شوريها شوريها، فهنا الفعل الماضي اذا كان مبني للمجهول يضم الاول ويكسر ما قبل الاخر. الفعل الماضي مبني للمجهول يضم الاول ويكسر ما قبل الاخر، ده بالنسبه للفعل الماضي. ومثلا في كلمه يعالج، انه يعالج فعل مضارع مبني للمجهول، لماذا؟ هنا ضم الأول وفتح ما قبل الآخر، ضم الأول ما فتح القبر. فالقاعدة تقول أن النائب للفيل اللي اسمه الفيل الماضي المبني المجهول يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر، وإذا كان الفيل مضاريا يضم الأول ويفتح ما قبل الآخر. نائب الفاعل هو الاسم الذي يحل محل الفاعل وينوب عنه ويكون مرفوعا، هو الاسم الذي يحل محل الفاعل ويحل محل الفاعل ويكون وينوب عنه ويكون مرفوعا. اثنان، تتغير صورة الفعل مع نائب الفاعل. اولا، فالماضي يضم اوله ويكسر ما قبل اخره، اذا كان الفعل ماضي يضم الاول ويكسر ما قبل الاخر ويسمى مبنيا للمجهول. ثانيا، مثلا عندنا أمثلة، ضرب الولد، شرب الماء. والمضارع إذا كان الفعل مضارع، والمضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، ده بالنسبة للفعل المضارع يضم الأول ويفتح ما قبل الآخر ويسمى مبنيا للمجهول، مثل يضرب علي، يكرم المعلم. فهنا عندنا بعض من التمارين، نطلب من التلاميذ ينتبهوا جيدا. فمثال ألف عندنا، ضع في المكان الخالي فيما يأتي نائبا عن فاعل مناسبا، وأضبطه بالشكل، أو أضبط الجمل بالشكل. فهي عندنا فهم يضع، فهم نقط يصنع من القطن، تصبح نقط بالسكين. ضع من المثال الثاني، باء، ضع مكان النقط في ما ياتي فعلا مبنيا للمجهول واضبطه بالشكل. عندنا المدارس، عندنا المريض، عندنا الكلب. عندنا في تطبيقنا، أجعل المفعول به نائب فاعل فيما يأتي ثم أضبطه بشكل، أجعل المفعول به نائب فاعل فيما يأتي ثم أضبطه بشكل. عندنا كسر التلميذ القلم، ضرب الولد الكلب، يغرس التلميذ الأشجار. نطلب من تحولها إلى نائب فاعل. فعل. فإذا رجعنا إلى القاعدة، لابد فكر تمام، إذا رجعنا إلى القاعدة فكر تمام، قلنا نائب الفاعل هو الاسم الذي يحل محل الفاعل وينوب عنه ويكون مرفوعا. تتغير صورة الفعل مع نائب الفاعل، فالماضي يضم أول ويكسر ما قبل آخره ويسمى مبنيا للمجهول، مثل ضرب الولد، شرب الماء. والمضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره ويسمى مبنيا للمجهول، مثل يضرب علي، ويكرم المعلم. نموذج الإعراب، شرح الدرس، شرح فعل ماضي، شرح فعل الماضي مبني للمجهول، والدرس نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره.
النموذج شرح الدرس شرح في الماضي مبني للمجهول والدرس نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره.